الله يعطيك العافية يا حاج. بيتك هذا يا حاج؟ نعم نعم البيت. الله يكون في معي إن شاء الله يا رب. الله شهدك في هذا البيت؟ ثلاثة. ثلاث شهداء. الولدين الكبار والبنت. ثلاثة. وأنت ايش قاعد بتسوي هنا على الركام؟ والله أنا قاعد زهقان من كل هالدنيا لأن دار نسكن فيها ولأننا حاجة وحكايتنا يعني مشتتة لا غطا ولا إشي ولا إي وين بيكتبوا وين بيروحوا؟ فبقعد عند على حجرات داري أفضل حتى لو كانوا اليهود يقتلوني أنا كمان فيه. مش هتطلع من البيت يعني؟ لا مش هطلع من البيت أنا وإن شاء الله بإذن الله فلسطين حتضلها فلسطين وحنضلنا إن شاء الله نكافح حتى آخر نقطة في دم الإنسان الفلسطيني. هذا اللي بنقدر نقوله وبنقدر نشكركم أنتم على هذا التوصيل لهذا الكلام. واجبنا الله. هذا واجبكم حياك الله.